سراج وناصر. لا، ناصر وسراج. يا شيخ الله يهديك. بس سراج، سراج تعال يا سراج. يا ابوي اشرقتني، عساك البلا في وجهك. ليه وش قاعد تشرب انت؟ يا ابوي بشرب هنا عصير رغم الطبيعي، هذا لبن بالسكر. والله لو انك حمامة وشري لبن بالسكر. حمموك يا شيخ، فطشت مصدي. المهم الحين ايش قاعد تسوي الحين؟ تعال انت خل ذا السكر وذا الحليب. انت ايش تبغى في حياتك؟ دحجي. شوف يا ناصر، انا سفرتي معاك دي جابت لي الغلب. انا ودي اوريك شيء يا ابن الحلال، ترك دبلت سبدي. يا دي سبدك وكلاويك والطحال، ايش تبغى؟ ابي مو بهنا، ليس هنا نتكلم، سوف نطلع الى الغرفة ونتحدث. ما شاء الله عليك، قلبت الجاحظ فجأة. ايش عندك مصيبة؟ تعال والله ماني فاتح حرف واحد في اللب. تعال نطلع فوق. ادينا انت ما في الا سحب علينا وطلعنا فوق ونزلنا تحت. يلا يلا يلا، مشينا مشينا بسرعة. امشي، انت فايت غرفة نازل. تعال الحين اوريك. اي طيب. ابويا ايش الريحة هذي؟ انت قلبت ساحر ولا ايش؟ هذي المفاجأة. عساهم يفاجئوك بفقشة في راسك يا شيخ. ايش انت كيف مستحيل؟ خنقتني يا شيخ، خنقتني. هذا المشروع الجديد. ايش انت ومشا، انت ما تتوب؟ لا لا، هالمرة مختلف، مختلف تماما. ايش ان شاء الله حتصدر لهم بخور بريحة الاقمشة حقت الفرامل ولا ايه؟ ما شاء الله، انا ما عجبني فيك الا خفة دمك من يومك، انا ترى ما اخذك ما شاء الله. ودي انا مخنوق، حس الريحة، الرئتين عندي بدأت تتعارك. هذا المشروع ان شاء الله بيكسبنا ذهب يا سراج. والله يا ناصر انت غلغلتني في مشاريعك هذه. المهم انا بقول لك الطريقة باختصار، بناخذ هالكميات وبنوديها للسعودية عشان نبيعها. ايش كميات ايش؟ ايش هو هذا اللي انت تبي تاخذه؟ انا شريت باسمي وباسمك. حسبي الله عليك، ايش وريني؟ هذا هو، شوف خمس شناط كلها مليانة، شوفها قدامك هنا. يا واد هذا بلاستيك يا واد. لا مو بلاستيك، بخور وانا شام وعارفه. يعني تبى تقنعني كده خبرة الستين السبعين سنة هذه أنا ما أعرف أميز بين العود الأصلي والبلاستيك؟ يا حبيبي أنت ما تعرف نفسك أصلا عشان تعرف العود البلاستيك ولا مو أصلي. من يرميك من فوق من الفندقين عشان تعرف قيمة صاحبك. أنا يعني ودي أنك تمد يدك بس. يا دي مدة اليد اللي أنا حفقع وواجهك. والله ودي أنك بس تتخط الخط، شفت السجادة دي؟ أبيك تتعداها. ناصر طيب انا اوريك، تعال شوف انا اخرج لك هذه. استنى دقيقه، خليك هنا محلك عند الخط هذا اللي قلت لي عليه، انا اوريك الاشياء. وش تبي توريني؟ اصبر انا معاي هذه. شوف، مو هذا بالله عليك، بالله عليك هذا مو يشبه هذا اللي انت مطلع لي هو؟ الا صادق والله نفس الشيء. طيب هات هي، شم هذه حطها في البخور. شوف اصبر. يا الله يكتمك يا شيخ، خلاه يكشف بحالك. يا ابن الحلال كتمتني انت. خلصت ام الاكسجين الا في الغرفة. المهم شف، رغم انه طلع نفسه انا مكمل ورايح منفذ المشروع منفذه. سراج ناصر. لا، ناصر وسراج. يا شيخ الله يهديك بس.